والله هذه قصة بنبشك ادري بنبشك. هذه قصتها مع الله يرحمه صالح اخوي الله يرحمه ابو حمد امين ورحمته. قالها سالفه شيء يعني. كنت بروح اسجل بالقاهره بتكليف من وزاره الاعلام اغنيه اعتقد يا ساهر الليل او شغله كذي، كان في تكليف لاغنيه معينه يعني لمشاركه في بعض المهرجانات اللي اذاعه والتلفزيون يشاركون فيها في اذاعه القاهره، اقول مهرجان القاهره مهرجان الاذاعه والتلفزيون القاهره او اغنيه ثانيه. المهم كنت رايح اسجل اي نعم، حذف على الشريط قال لي حاول انك تغنيها يعني سمع إيه. اسمع طبعا شو. انا ابو حمد اخوي الله يرحمه يعني الله يرحمه مثقف جدا يعني ومن دارس جامع دارس كمان يعني من اول معاي. خريجين يعني ف 73 يدرس كمان ما شاء الله غير هوايته طبعا اللي كانت وهو باحث وذوي جدا يعني يعني هو ساهم كثير في ثقافتي يعني وصقلها وكذا. ف ندندن الشرقي يعني مدرسه انا احبها المدرسه الشرقيه الشرقيه اي اللي هي الصنباطيات عبد الوهاب وهذا نشأنا عليها يعني بالاضافه الى اهتمام ليش انا اقول ابي اهتم في فنوني اكثر لان اكتسبنا الثقافه العربيه الشرقيه نبي عد اغانينا مثل ما سوى له طولة العمر ابو خالد استاذ غنام الديقان شلون جاب الاغاني القديمه وقدم على المسرح مع ابو علي وكذا. شوف اليوم حتى موضوع مذكرات بحار في فكر جميل بالعكس جميل قاعد يقدم الشيء الكويتي الهويه دول الخليج بداوا ياخذون من نفس الاستاذ اي نعم فسمعت الشريط وفعلا اخذت العمل اي صادو ورحت وقتها كان استاذ ابراهيم راديو هو الموزع هذا كان بعد التحرير قريب يعني كم سنه اي نعم فقبلها اي لا والله عقب حطيت بعض اللمسات الخفيفه يعني لاظهار يعني ما تشوه يعني الاغنيه بموسيقتها وكذا. فلاحظت في شيء يعني طبعا الاغنيه فيها تكمله بالضبط اي قالوا الكويت استقل في ظل السالم او شيء كذي. قلت احنا الحين خلي الاغنيه تصير على طول يعني اذا حددتها لحقبه معينه خلاص تنتهي. فشلت الجزء الأخير وقفلتها وصلحنا فيها كان في خطأ لغوي دبروا في الرياض لا مو دبر نبع من الآثار هي قال نبع من الآثار الإيثار هي الإيثار قضية إيه. فكانت هذه طبعا لما رديت قعدت مع له طولة العمر عبد الله فليح أستاذ عبد الله فليح كان دائما مع صاحب عندهم برنامج يقدمونه بالاذاعه وكذا وهو متخصص لغه عربيه. فناقشنا الكلام فصلحنا ودخلت الاستوديو طبعا غنيتها وصورناها بكاميرا واحده. التصوير هو اكثر شيء نشاط تخيل كاميرا واحده مايك قدامك الشباب مسي عليه المخرج محمد سعود المطيري اي نوجه له تحيه كان المصور محمد حسين المطيري مضروبه كله مطران صار والمسواح صدق بس انت بعد